من أبرز الأعمال المسرحية المنتظرة مسرحية كلنا تقلى، عمل غنائي مسرح غنائي استعراضي وطني تاريخي، رح يبدأ ب 8 شباط على مسرح الحكمة بالجديدي، ورح نتعرف على كل تفاصيل هالعمل مع ضيفنا بير جوزيف سويد. أهلا وسهلا فيك الله أبونا. شرفتنا حضرتك، خوري رعية كنيسة مار تقلى بسد البوشرية. صحيح. وكمان حضرتك بتقدم برنامج جيل الإنجيل على قناة تالي لوميير، وبنشوفك كل أسبوع. أنت اليوم ضيفنا حتى تخبرنا عن هالعمل المنتظر، مسرحية تاريخية دينية عن القديسة تقلى. ليش هالقديسة بالذات؟ وبدنا نحكي عن الرسائل العديدة اللي عم بتقدموها من خلال هالعمل. ليش هالقديسة بالذات؟ هي القديسة تقلى ولدت سنة 20 ميلاديا، يعني عاصرت يسوع المسيح، وكانت تلميذته للرسول بولس. يعني إذا كان الرسول بولس مات سنة 64 ميلاديا على يد نيرون، الأمبراطور نيرون اللي حرق روما، تقلى هي عاشت بين سنة 20 تلمزت على إيدين بولس، سنة 64 قطع رأس بولس، هي كفت بحياتها لسنة 110 وماتت سنة 110، وتعتبر أولى الشهيدات بالرغم من أنه لم تمت شهيدة إذا بدك، بس لأنه تعرضت لاستشهادات ضخمة سموها أولى الشهيدات، وضلوا على 800 سنة رولا يقولوا كونوا مثل تقلى، أو إذا كان شي بنت ظهرت ببطولة معينة أو كانوا بدوا يشجعوها يقولوا لها كوني انت تقلى، او تقلى الجديده، يسموها تقلى الجديده. هيدي يمكن ملخص عن تقلى الشهيده الاولى مرادفه الرسول. هي اولى الشهيدات لانه كان في اربع استشهادات تعرضت لهم، استشهادات كبيره. نعم، يا ريت نذكرهم لانه رسائل. اول استشهاد كان بالنار. نعم. وكانت حقيقه اول معموديه لها، لانه بولس كان يرفض يعمدها، انه كان لازم تعمل، بتعرفي جاي من عالم وثني، عاشت بايكونيا، والرسول بولس وصل هو تلاميذه الى ايكونيا، يعني طلعوا من اورشليم ومن هذيك المنطقه، وصلوا على تركيا، انطاكيا، اليونان، بهيدي المنطقه كانوا يسموها ايكونيا المنطقه، وصلت على هالمنطقه وبلشت رسالة هونيك، وبلشت تقلى ترتد إلى الحالة، من الحالة الوثنية عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد. وهون صار في تحول جذري بحياة تقلى. أكيد في عصف كتير بالمسرحية حول هالصراع النفسي اللي عشته، والصراع الأول اللي عشته مع بولس اللي جاي بديانة جديدة، هالدجال، هالساحر، شو ما كان. المسرحية بتروي سيرة حياتها، هي سيرة حياة تقلى بإطار كتير استعراضي فني راقص، وكمان استعراضي شيق، لأنه عم نحكي تاريخ وعم نحكي وثائق، مشان هيك توليف المسرحية فيها وثائق مهمة من الأبوكريف اللي كان بين إيدينا، بعدين لنوصل لسيناريو كتير حلو مشدود للإخراج الحلو مع جهاد الأندري، والإنتاج لرؤى الإنتاج أستاذ ستانوس أبي حاتم اللي بوجه لهم تحية كتير كبيرة. بقى من هالمنطلق أنه عم نشوف تقلى، عم نطلع من المألوف تبع تقلى، تقلى اللي بتعمل عجايب، ساعة بالتوليل، ساعة بالأمراض الخبيثة، ساعة عم نسمع بعجايب كتير كبيرة، واجهت الوحوش والأفاعي والثيران. صحيح. يعني بلشت القصة بالنار، بعدين للوحوش، اللب والمفترسة والوحوش كاملة، مثل ما كان يصير مع كل المسيحيين بالقرون الأولى، بعدين زدتوها للثيران، وكانوا يحموا السياخ المحمية ويصيرون حتى يصيروا عندهم غضب مش طبيعي ويخزقوا ضحيتهم، بعدين زدتوها ببير الأفاعي، وكلها كانت استشهادات مهمة. يعني عم نشوف مرة رولا قديش الوقفة، هالإيمان، هالرجاء اللي كان عندها تتوقف وسط هالعالم الوحشي الوالي، الطغاة، الأشخاص اللي عم بيتهموها بأنه هي صارت دجالة، مثل ما نحن اليوم بهالفترة عم نواجه كمان وحشية لا توصف أبونا. مشان هيك انكتبت تقلى، ومشان هيك حقيقة يعني وصلنا، يعني انكتبت بوقت كتير حساس، بوقتها يمكن اجت. صحيح، اجت بوقتها، ويمكن أنا ما بدي أقول يمكن، بدي أقول العناية شاءت تقلى، وربنا كمان شاء أنه يكون عمل تقلى بهذا الوقت اللي فيه حقيقة عم نشوف عدة مظاهر للوحشية الكبيرة، للنار المستعرة في كل الشرق الأوسط، لكل شيء غريب، يعني حتى بالوحشية بنفسية الناس اللي صارت أفعوية، هالحديث إذا بدي سميه الحديث اللي مرات بيطاول أشخاص بكرامتهم بحياتهم النفسية، بحط من قدرهم،
إلى ما هنالك من أمور. وما بننسى الوضع اللي وصلنا له بسوريا خاصة بمعلولة اللي هي المنطقة اللي عايشت فيها والأحداث المأساوية بمعلولة. عندنا 13 راهب مخطوفين بعدهم لليوم، عندنا أسقفين بسوريا مخطوفين، وعندنا كتير من الكهنة كانوا ضحية هالوحشية الموجودة ذبح أو غير موضوع. عم نشوف كيف حقيقة تقلة اللي عايشت 30 سنة بمعلولة آخر فترة من حياتها، كيف بالنهاية شقت هالصخر وقطعت إلى العالم الآخر. عشت يعني كيف عاشت البطولة بوجه هالوحشية. صحيح لولا، عاشت حالة فصحية رائعة. يعني منشوف بالمسرحية الشهادة، البطولة، الإيمان، الرجاء. عم نشوف المواجهة، ويمكن أجمل شيء رح نشوفه أنه هالإطار اللي اليوم عم نعيشه رح نشوفه على المسرح بإطار حقيقة قديس. وإذا بدي أرجع للزمن حتى لقديسي لبنان، يعني ما بشوف أي قديس من بيناتهم عايش هيدا الإطار الوحشي اللي عشته تقلى، وكان عندها هيدي الوقفة هالعزة لحتى تقدر تشهد ليسوع المسيح وتخطب له نفسه وتصير عروسته. أبونا جوزيف، على الصعيد الشخصي هالعمل له رمزية كتير كبيرة لألك، لأنه أكيد. كنت أنت بهمك كتير أنه تطلع تقلى على المسرح. أنا بالحقيقة كتير كانوا يقولوا لي، ومرات بتعرف وقت الناس يكون عندهم حرقة قلب، عندهم مريض، عندهم شخص كتير هيك، كانوا يقولوا لي أنه تقلى صارت صنم، بتقولوا لنا صلوا، تقلى صارت صنم، صارت لوحة بترسموها بتعملوا لها. صحيح، تقلى الصنم، تقلى اللوحة، تقلى الأيكونة، تقلى القصة. درنا بنعمة الله، وأكيد مع يمكن البطولة اللي قدر المنتج أنه يحملها ويقول لي أنا مستعد. كلمة أنا مستعد خلتني مع رؤى للإنتاج شيل هالحالة، الفكرة من قبل المنتج. صحيح صح، شيل هالفكرة، لأنه عمل مكلف جدا كتير. يعني العمل مكلف 315,000 دولار تيوصل على المسرح ونصف نقول تقلى منا الصورة، منا الصنم، منا اللوحة والأيكوني، تقلى عم بتشوفوها قدامكم، وتقلى عم تحكيكم اليوم، ولبل عم بتخض. لازم كل واحد منا يكون تقلى اليوم، عم بتخض نفوس الحكام اليوم، عم بتخض حقيقة نفوس القاضي تبع اليوم، وتقلن يا هيك بتكون البطولة والشهادة والإيمان، يا أما رح يكون في مشكلة. يعني هالمسرحية هي هزة ضمير لكل الحكام والمعنيين. صحيح. والسياسيين. صحيح. بدأ نذكر بس بعض الأسماء الكبيرة المشاركة بالعمل. ضروري. لأبونا، أول شيء بدي أقول شكرا لرؤى للإنتاج استيسانوس أبي حاتم. نعم. للمنتج المنفذ ليليان البستاني. بدي أقول شكرا لجهاد الأندر اللي عم بحرك الشخصيات وعم بحط فيه كتير من زخم وبطولة تقلة. عم نشوف عن جد، يعني عم بحضر كل ليلة اليوم التمارين، لأنه 8 الشهر منبلش العروضات كل خميس جمعة سبت أحد. عم شوف هالشخصيات لابسة الكوستيوم الرائع اللي بيردني 2000 سنة لورا. كنا نشوف البوستر اللي معك أبونا. وبدي أقول شكر كتير كبير للأبطال، أبطال. نعم. تقلة يوسف حديد بدور الوالي. نعم. بدي أقول شكرا لتقلة اللي هي حقيقة عروسة المسيح نلي معتوق، لتوني عيسى الدور الرائع اللي أخذوا ببولس. عم نشوف بولس لأول مرة يمكن على المسرح. عم نشوفها على الهواء أبونا. كمان عم نشوفها على الهواء. هذه كنيسة مرتقلة سيد البوشرية اللي نحن بصدد توسيع إعارة الدنيا. نحكي عن الرسالة الإنسانية وراء هالعمل. ورا هالعمل شوي. حب المنتج لأنه هو ابن الرعية طانوس أبي حاتم، أنه إذا صار رعية مرتقلة سيد البوشرية. صحيح. نعم. إذا صار في يعني هالإنتاج وصل للعالم وإجا كتير حضور، نسبة الأرباح اللي رح تكون حب أنه يقسمها مع كنيسة مرتقلة. لا. إذا هالشي صار، أنا قلت له ما بدي حط عليك يعني هالضغط، ولكن إذا هالشي صار بيكون يمكن شوية خميرة بهالعجن الكبير بتصير. عم نشوف يوسف حديد بدور الوالي، توني عيسى بدور مربولوس، تقلى بدور أو نيلي معتوق بدور تقلى، وصوت الرائع اللي رح نسمعه كانت كمان هي عندها أداء حلو. توني عيسى صحيح محبوس هوني. عم نشوف توني مهنا بدور الحاجب فيليتوس. نعم. أو المستشار مستشار. وفي عنا 60 كومبارس ورائس على المسرح، عم نشوف وجوههم. يعني حقيقة شيء كتير رح يغني هالعمل، قادر. نعم. يحط عن جد شيء جديد بالمسرح اللبناني. قادر يحط نفس حلو بالمسرح اللبناني. وأكيد بدي أشكر كتير طانوس أبي ميل، طانوس أبي حاتم على هالفكرة. على كتابة. نعم. هو
الكتابة لجوزيف وديع الشرطوني. وبدنا نذكر كمان أنت ساهمت بهالعمل، تأليف سيناريو وحوار وموسيقى هالعمل كله لحضرتك. وكمان الموسيقى كلها انطبخت إذا بدك عند ماريو نيكوزي، كمان شكر له. وبدي أقول كتير حلو إنه اليوم نقول شكرا للأشخاص اللي عملوا الكوستيومز، الأشخاص اللي حطوا الفكرة الاستعراضية، مستر عنديري، مستر أبي مالك. بدي أقول هالأشخاص حقيقة كتير عملوا مجهود حتى ما يكون في شيء هيك فيك، انه بدنا نعمل مجهود كلنا سوا نقنع المشاهد، نحترم المشاهد ونقول لهم هيدا اللي قدرنا نعمله، هيدا اللي قدرنا نوصله. بالنهايه نحن عم نحكي عن قديس بسنه ال 30 او 40 زهرت قصته وعيش فتره طويله، يعني من سنه ال 20 لسنه ال 110 90 سنه عايش التقلة حتى تكون شاهد ليسوع المسيح. انا اليوم بتطلع برجالنا رولا وبقول عن جد كتير من رجالنا لازم يتعلموا أدوار البطولة، حتى مثل بدك تحدد أي رجال أبونا، ما هي كتير عم أقول منهم يتعلموا هالوقفات البطولية قدام الإشياء اللي ما بيلكوا، قدام الحاكم، قدام المصاري، ونسائنا أكيد، قدام المال، قدام الشهوة، قدام السلطة. يعني تصوري هالبطلة بالإيمان قديش قادرة تعصف فينا اليوم، خاصة تعصف بشبيبتنا للمدارس للجامعات. اليوم طلابنا حتى شعبنا الطيب اللي بيجي لعند القديسين مرات ما بحالة هيك مش عارف شو بده يطلب منهم، أنا بقول قادرين يطلبوا منهم وهن بيعطوا، ومثل ما هن عيشوا عم بيلهمونا تنعيش. يعني أنا ما عم بقول إنه كلنا تقلى اللي رح نصرخها عن جد من قلب قلبنا، رح نصرخها كلنا تقلى اليوم بهالحالة الوحشية، العالم اللي عم بيحتضر، العالم خاصة الشرق اللي في كتير علامات بؤس صارت على وجوه الناس، رايحين نقول لهم هالساعتين اللي رح تقضوها بمسرح كلنا تقلى، مسرح الجديدي، رح تحط فيكم كتير من الرجاء. لمين موجه هالعمل لأبونا؟ صديقتي أنا بقول موجه يعني لكل إنسان بيصلي، لكل إنسان بعد ما آمن، لكل المؤمنين، لكل إنسان بعد ما آمن، لكل إنسان بعده عايش حالة علمانية، حالة إلحادية، حالة وثنية، لأنه شعبنا حتى المسيحي ولا وشعبنا كله بعده عم بيعيش حالة وثنية، بنشوفها بالميلاد، بنشوفها على الفصح، بنشوفها بكل احتفالاتنا. جايين نقول قديش فينا عن جد نروحن هالأمور الوثنية، وإذا عن جد عنا مثل هيك شهادة حلوة من تقلة هيدا الشهادة، يا ريت هالشهادة مش بس منحطها على المسرح، إنما كمان منبلش نتمثل فيها. وقت تشوف مربولوس خلصة بدور توني عيسى، هالنبرة اللي عنده، هالحضور اللي عنده، وتقلى كيف عم ترتد على كلماته، وقع كلماته أو رسائله، بحس إنه عن جد عالمنا قادر يرجع ينهض من تحت الركام ويرجع يعصف بشرق بحاجة لأبطال. يعني أنا بدي أكد أبونا جوزيف أنه مش بس رح نقدر نتمتع بها العمل، إنما كمان رح نقدر نساهم بإعادة إعمار جزء من كنيسة إن شاء الله بكونوا عم بحطوا الناس معنا حجر بهالكنيسة اللي عمرها 100 سنة exactly، عمرها 100 سنة وسنتين ويمكن تعمرت تعرفي من 100 سنة ما كان في أساسات. اليوم مضطرين نعمل ريشيبينج للكنيسة مرتقى لو بقى حضور الناس. شكرا لك دعوة لكل الناس. أهلا وسهلا، مرسي لكم. مشاهدينا خلصت حلقتنا لليوم، بتأمل تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بكل المواضيع اللي طرحناها. بنتأمل نلتقي فيكم بكرة الصبح بنفس الوقت. باي باي.